السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سبا، مرحب بالشباب اللي زي الورد. يخليك السلام. الله يكرمكم يا شباب. أخباركم إيه يا السلام. شباب؟ نعم. الحمد لله طيبين. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو حميد. كيفك هسه؟ الحمد لله يا باشا، الله يعزك. اليوم بنكمل آه. بنك الأسئلة ولا؟ لا، بنكمل الاختبار التجريبي الأول. ما هو الاختبار التجريبي من بنك الأسئلة، فإحنا هنعمل البنك على هيئة اختبارات ونفضل نحل فيها كده لغاية يوم الاختبار إن شاء الله. أستاذ، يعني أذاكر الاختبارات التجريبية أهم أستاذ من بنك الأسئلة؟ ما هي منها، هي دي من دي ودي من دي. تمام، طيب تمام. آه يعني، بس طبعا يعني البنك ايه، صحيح، البنك إيش؟ اشمل يعني، جايب لك تمام كله تمام يعني. اتفضل يا سهل سبا. أستاذ، 155 سهلين يعني. سهلين هو والله، كله أيام كله الاختبارات فيه حصص. والله. هم بيقولوا بس ما اعرفش يعني، لو انت اختبرت المادة هناخد الحصص نعمل ايه، ما انش عارف يعني هنعمل ايه بقى في الحصص اللي هم بيقولوا ايام الاختبارات. افرض انت اختبرت المادة. خلاص ما عاد له باقي شيء، نقعد ندردش. اه، نقعد ندردش بقى، ندور لنا على حاجة كده. يا استاذ الاختبارات بتكون صباحية يا استاذ ولا بعد الظهر؟ لا اعتقد ان شاء الله صباحية يعني. كل يعني يوم اختبار ولا كل يومين اختبار؟ ما هم بيقولوا في وقت الحصص، لا هيبقى كل يوم مادة وخلاص. تمام. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ؟ طيب الله يحييك. أنا الله يكرمك. كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله، والله بخير. الله يكرمكم. لسه في ناس متأخرة، ما أعرفش ليه، مع إن دي يعني الحصة لأنه أستاذ الأحياء أحمد عبد التواب انهاها الساعة 10:28، وأنا كنت بروح دورة المياه، فعشان كده طولت، معلش. اللي لا ولا بيشرب يهمك، مويه في دقيقة لا لا ولا يهمك، يرجع. ولا يهمك، براحتك خالص. الله يسلمك أستاذ. الله يحييكم يا أستاذ، جاتكم أستاذ الآلية أستاذ كيفية الاختبار ولا كل مدير مدرسة هو اللي يحط الآلية؟ من الآلية. كيف يعني قصدك؟ يعني إحنا تحب نختبر بمنصة كلاسيرا ولا لا ندخل احنا هنبقى على كلاسيرا، رابط؟ تمام. احنا هنبقى على كلاسيرا، وفيه لجنة هتعمل لك الاختبار وتعمل لك الرابط وتعمل لك كل حاجة، ما تقلقش يعني تمام السلام. إن شاء الله يعني. طيب، جبتوا الاختبار التجريبي لو سمحتم؟ الأول صح؟ آه، ما احنا لسه ما خدناش إلا الأول. طيب تمام. دهنا احنا وقفنا استاذ عند سؤال 3 هسه، يلا يا باشا اتفضل. دقيقة بس افتحه. حاضر. أنا شباب حكي بفتحه. افتحوا الاختبار التجريبي، وأحمد هيقرأ وهنحل عشان تتعود على الحل. طيب عادي لو ما فتحت الاختبار بس أسمع السؤال وأجاوب، يعني أفكر. ما انت هتجاوب، بس انا عايزك كمان يعني تكتب الاجابه عندك مثلا، ولا انتوا مش طابعين أنا الورق؟ طيب حليته طيب ماشي، ما فيش لا ماني مشكله، طابعه. خلاص ما فيش مشكله، ما فيش مشكله، بس احمد يفتح ويقرا السؤال ونجاوب عليه. استاذ معلش، انا دوبي دخلت انا مرفق ولا في الاختبارات؟ لا، الاختبار التجريبي يا عمام. بنك الاسئله. لا يلا يا سام. لا، في مكتوب اختبار تجريبي رقم واحد. استاذ يلا يا سام. يلا يا باشا اتفضل. بلورات السكر بيضاء ولامعة هي بيانات نوعية؟ أجاوب أنا يعني ولا؟ لا اصبر يا احمد، هنشوف الشباب كده اللي هيرفع ايده ونقول له اتفضل. تمام. يعني عمر ما شاء الله رفع ايده بسرعه. طب وفين سليمان السجعبي، وفين يعني الناس اللي كويسه دي، وسعد وحمزه وعبد انا الحميد بجاوب استاذ، منير؟ بخلص شايفك اقدر اجاوب. بلتزم الصمت. نعم يا عبد العزيز، انا بلتزم بجاوب الصمت واجاوب.
لا لا اصبر انت، ايوه اصبر يا عبد الهادي. تمام خلاص ملتزم السلام عليكم ورحمة لازم الله. طب تصبر. انا بجاوب يا استاذ، معلش يلا على عمار، التأخير يا استاذ. يلا عمار. يلا، بلورات السكر بيضاء ولامعة، هي بيانات نوعية، صحيح. تمام. استاذ إن سؤال احنا سريع، قلنا امس السؤال ده، يمكن الشباب قالوه امس، وقلنا ان البيانات الكميه اللي يبقى فيها ارقام باختصار كده، في ارقام تقول لي كميه، مفيش ارقام تقول نوعيه. طيب استاذ نعم ايش قاعد تحلون؟ يا معفشن، عشان انت جاي متاخر. اختبار تجريبي واحد. اوه مراجع مراجع. ليش ما نحل الاوراق يا استاذ؟ لان انا ماشي على الاوراق والله، مو ماشي على ده هي، ما احنا قلنا الاختبار من الاوراق، لكن الاوراق ممكن يكون فيها اسئله زايده شويه نايم، بس هي دي الفكره. عايزين تحلهم الاوراق، انا ما عنديش مانع، لكن ممكن تبقى زايده شويه عن ال 150 سؤال. طيب أحسن شيء 150 الأسئلة استاذ، ذي لما أنا تحطها في مرفق استاذ، لما تحطها في كثيرة، مرفق يكتبها يكتب 150 سؤال اكتب تبغاه 150. ايوه هقعد كثير. ارجع اكتبها تاني. لو انت تقدر تكتبها يا نايل اكتبها، واحنا ننزلها في مرفق. يلا أكمل اتفضل. والله سهل وخواص التاني، ألو. والله سهل. لو عايز تكتبها سهل، لو كل يوم تكتب لك 15 20 سهل. انت بتكتب شكلي السؤال، بطبعها طباعة هسه. هتقدر تطبعها، بس هتاخد منك ورق كتير شوية. بس هذه ايش ورق هي؟ تمام سأكمل. تفضل يا ابو احمد. الخواص المميزة هي الخواص لا تعتمد على كمية المادة. ايوه تقريبا اتكلمنا برضو في النقطه دي امس، خواص المميزه لا تعتمد على كميه الماده، ايه صح ولا خطا؟ ايه اتكلم صح. يلا يا سبق، ماشي يا سبق، صح بعدين عليك. تمام يا غير. الخاصية الكيميائية هي قدرة المادة على الاتحاد مع غيرها أو التحول لمادة أخرى. صح صح محمد عبد الله، كويس يا محمد. الحديد والأكسجين يكونان صدى، هي خاصية فيزيائية. خطأ خطأ. خطأ. شوف، حديد وأكسجين يبقى دي مادتين، وبعدين يكونوا الصدأ يبقى دي مادة جديدة مادة مختلفة جديدة. عنهم. طالما مادة جديدة مختلفة يبقى ده تفاعل كيميائي أو تغير كيميائي. السبب ممكن تكون تفاعل تكوين ولا آه إنه كونوا مادة جديدة؟ أيوه. أيوه. لا مش عملية يكونوا مادة جديدة كمان، عملية إن هما مادتين كونوا لي مادة، تمام. يبقى دي برضه تفاعل تكوين. برافو يا أحمد، اتفضل. يعتبر عصير البرتقال الطبيعي من المخاليط المتجانسة؟ خطأ خطأ خطأ، لأن البذور. الطبيعي اللب اللي فيه بيبان، البذور اللي مش البذور، الفصوص الصغيرة دي بتبان، اللي هي اللب يعني. طيب يعني أستاذ، حتى لو طيب لو صفيناه من البذور هذه برضه غير متجانس صح؟ لا لا، لو انت صفيته هيظهر قدامك شيء واحد. ايوه بس ما أضفت معاه شيء، يعني هو نفس البرتقال بس ايوه عصرته يعني. هيبقى متجانس بقى لو انت صفيته، مفيش فيه اي حاجه يعني، بقى سائل بس قدامك كده زي الميه نقيه، خلاص يبقى ده متجانس. عشان كده قال لك كلمه الطبيعي، ان ايوه الطبيعي اللب هيبان فيه. ايوه اتفضل. كمل يا احمد. يعتبر السلطة من المخاليط المتجانسة؟ خطأ. ايوه خطأ، لان السلطه انت بتشوف اكتر من حاجه. ايوه. اتفضل. الجدول الدوري ينظم العناصر في 18 مجموعة رأسية وسبع دورات أفقية. صح. صح برافو. الذرة متعادلة كربيا لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة. صح. ما شاء الله. يسمى مركب كلوريد المغنيسيوم، هو انتو فود يعني هم فود إنك يعني تشوفوه، لو ام جي سي ال 2. ايوه صح. ام جي سي ال 2، ام جي سي ال 2. الكلور قلنا اللي هيبقى على اليمين ده اللي هو الايون السالب، هنقول كلور ونديله يد، يبقى كلوريد. كلوريد. وبعدين العنصر الثاني اللي هو الفلز بقى،
اللي هو الموجب هنقوله زي ما هو، عشان كده بنقول كلوريد مغنيسيوم او مغنيسيوم بالعربي. تفضل يا بطل. تمام. تفاعل التكوين هو اتحاد مادتين او اكثر لتكوين مادة واحدة. صح. ايوه، لسه قايلينه من شويه وانت بتقول الحديد مع الاكسجين يديني الصدأ، اللي هو اكسيد الحديد اللي هو الصدأ. تفضل. المول هو كمية التي تحتوي على عدد أفوكادرو من أي صنف؟ صح. صح، برافو. صراحة هذا الأستاذ ماني فاهمه، بس حافظ السؤال. لا، لحظة لحظة، عدد أفوكادرو كم يساوي يا أحمد؟ 6.022 ضرب 10 أس 23. حلو، يبقى أنا لو قلت لك مول من المسار يبقى فيه كم مصة؟ الرقم اللي أنت قلته ده. لو قلت لك مول من الرجال يبقى فيه كم راجل؟ العدد اللي انت قلته ده. زي ما بقول كلمة درزن، انت عارف ان الدرزن فيها كم حبة؟ 12. ايوه، اهو المول فيه 6.2 من 100 في 10 اس 23، زي كلمة درزن بالظبط. او كلمة رزمة، ما بقى اتكلم عن الورق بقول رزمة ورق، رزمة يبقى 500 ورقة. يبقى ان قلت رزمة 500، قلت رزمتين 1000، ثلاث ألف. رزم 1500، اهو نفس لو قلت الكلام مول ستة من مية، 6.022، صح؟ في 10 اس 23، أيوة اهو ده المول. تمام. تفضل يا باشا. الصيغة الأولية تكون مضاعفات الجزيئية. لا خطأ، العكس. العكس. يا واد يا معلم، ما شاء الله. الصيغة اسمها العلم الأولية، يعني أبسط حاجة، أبسط صيغة، أبسط نسبة بين العناصر. تفضل. ما شاء الله، نايل كان رفع إيده برضه أهو. العلم الذي يهتم بدراسة المادة وتغيراتها. الفيزياء، الكيمياء. الكيمياء، لا، الأحياء، الفيزياء إيه يا محمد؟ الجيولوجيا. إحنا بندرس فيزياء كيمياء يا كيمياء محمد. كيمياء الزر. أيوه، إحنا بنتعب كيمياء إحنا يا ريس. استاذ يوجد تصدق يوجد الأوزون والله في طبقة ستراتوسفير، تربوسفير، ميزوسفير، إيزوسفير. ميزوسفير، ايونوسفير. أيونوسفير. ايوه، ستراتوسفير. ستراتوسفير. ستراتوسفير، برافو. طبعا معروف الاوزون ستراتوسفير. تفضل. عملية جمع المعلومات. عملية جمع المعلومات يا شباب. ملاحظة. الملاحظة، ما شاء الله، هذا نايل قلب. مقياس لكمية المادة. كتلة. كتلة. تمام. أستاذ لو قلت مقياس لكمية المادة وقوة جذب الأرض، الوزن. ايوه، شوف، لو صح. قلت لو لقيت فيها حرف الزال اختار الوزن، فيها حرف الزال. جذب او جذب، انا عارف ان هو مش ذال يعني، بس الايه؟ في النطق يعني. اتفضل يا ريس. عند دراسة أثر درجة الحرارة في حجم البالون يكون المتغير المستقل هو درجة درجة الحرارة في حجم الحرارة. البالون درجة كمية الحرارة. الهواء بالون درجة مماثل. الحرارة. طيب، المتغير درجة الحرارة، ما يحتاج تقول الاختيارات. أي المتغير المستقل لدرجة الحرارة، عشان أنا إيه؟ بغيره، أنا اللي تمام. بتحكم فيه. طب والتابع المتغير، حجم البالون. طب المتغير التابع هيبقى مين؟ حجم البالون. البالون. تمام. خاصية يمكن قياسها أو ملاحظتها دون التغير في تركيب المادة. فيزيائية. فيزيائية، برافو. طالما ما فيش تغير في حالة من تركيب حالات المادة يبقى فيزيائية. كمل. تمام. حالة من حالات المادة لها شكل ثابت وحجم ثابت. صلبة. صلبة. برافو، ما شاء الله. حالة من حالات المادة شكلها ثابت وحجمها ثابت يبقى الصلبة، لكن السائلة حجمها ثابت لكن شكلها غير ثابت، لأنها بتاخد شكل الوعاء أو الإناء. السائل نفس الكمية لو أنت حطيتها على الأرض هتتفرد، لو حطيتها في كاس هتاخد شكل الكاس، لو حطيتها في أنبوبة هتاخد شكل الأنبوبة. أما الغاز ملوش لا شكل ثابت ولا حجم ثابت. كمل يا بس أحمد. خاصية فيزيائية لا تعتمد على كمية المادة، هي خاصية
ايوه، مميز لا تعتمد على كمية مميز المادة، لا تعتمد على أي كمية مما المادة. يلي خاصية مميزة. زي إيه؟ انت أقول انت جاوبت يا احمد يديني ولا السؤال؟ السؤال. أقول الخيارات، أقول ايوه الخيارات. ما سمعنا السؤال. الكثافة، كتلة. أي مما يلي خاصية مميزة؟ كثافة كثافة، كتلة، حجم، وزن. كثافة كثافة، أحسنت يا كثافة. أستاذ، برافو يا سبع. أي لأن مما قلنا يلي، يا شباب أي مما إن يلي خاصية غير مميزة. كل مادة لها كثافة خاصة بها، لا يمكن تتشابه مادة تانية معها في الكثافة. تمام؟ أي مما له خاصية غير مميزة. أيوة، غير مميزة يعني كتير يتشابه الكتلة، معها. الكتلة، الكتلة، برافو عليك، والله انكم الوزن، مهندسين ما شاء الكتلة. الله، ما شاء الله عليكم يعني. في أحد التجارب وضع 10 جرام من أكسيد الزنبق سخنت فنتج 9.26 جرام من الزنبق. ما كتلة الأكسجين، صفر فاصل أحداث، الناتج؟ صفر صفر فاصل فاصلة أحداث سبعة أربعة برافو عليك، في صفر برافو فاصلة عليك. سبعة هنطرحهم من بعض، الناتج يبقى 0.7. حافظ الإجابة، أنا ماني متذكر الآن، ما يهمش، احفظها مش مشكلة. بس أنا فاهم إنه أيوه، أنقص، أنت بس بس هذا بس تنقصهم ما من بعض بس. ايه أيوه سهلة هسه والله. نقصهم من بعض والله كيمياء يا أستاذ بديت أحس إنها مرة جدا سهلة. إن شاء الله. الله يكرمك إن شاء أسهل الله. أسهل يعني، والله من أسهل مواد الكيمياء. الحمد لله، إي الله والله، يكرمك، الحمد لله، ده عشان أنتوا ممتازين والله. خلق والله ده عشان عشانك معك انت إحنا يا صعب. استاذ، عشان والله انت يسهل، تدرسنا والله. إي وربك والله عشان يسهل. انت تدرسنا يا استاذ. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا رب، الله يخليك، الله يعزكم يا رب. تفضل. جميع ما يأتي مركب ما عدا على يعني حقيقة الذهب. الذهب، 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 برافو عليك، لأن كل الباقي يا شباب مركبات. مركب يعني إيه؟ يعني أكثر من عنصر. كل أكثر من عنصر، المواد، انما ده فمركب. الذهب عنصر واحد بس، عنصر، لكن الباقي مركبات اكتر من اثنين. هات اي واحد فيهم، حتى الرمل اللي عندك، الرمل مش مكتوب كلمة رمل يا احمد في فين يا الاختيارات؟ ايوه استاذ الرمل، ايوه، الرمل ده ايوه الرمل. مركب اسمه ثاني اكسيد السيليكون، يعني فيه سيليكون وفيه اكسجين، يبقى اكتر من مركبة. ثاني أكسيد السيليكون. تفضل يا باشا. يمكن فصل الماء إلى مركبات عن طريق هي كهربائي، هي كهربائي. يا واد يا ناه. فولتمتر هوفمان. ايوه ما شاء الله، سبق ما شاء الله يا سبق. يا واد يا سبق. ايوه والله، ايوه والله، لا كمان قال الجهاز كمان، ما شاء الله، ايه فولتمتر هوفمان، ما شاء الله. يلا حماد، أحمد، طريقة يستخدم فيها، حاجز مسامي لفصل مادة صلبة ذائبة عن بس سائلة. تصفية، لا ايش اسمه؟ ترشيح، 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 الترشيح، برافو، ترشيح، ترشيح، مادة ترشيح. اللي هي بنستخدم فيها ورق الترشيح كده، ورقة الترشيح. تتركز كتلة الذرة فيه. النواة، يا ولد ما شاء الله، ما شاء الله. عدد الالكترونات المستوى الرئيسي الرابع. ان 32. لا استنى، لا في يا عدد يا حلاوة. نايل يا معبشم، نايل حاسس حافظ نفسه مش فاهم. نايل عايز حاسس العدد. حافظ مو حاسس فاهم. لا لا، هو ايش اسمه مستعجل هذا؟ بس، اصل في فعلا في سؤال هيجي فيه ان، اللي هو ايوه، ايش ايش يرمز اسمه المستوى للمستوى الاول الرئيسي بالرمز ان. الرئيسي؟ ايوه، انما ايوه كلمة عدد ال يبقى هتقول لي القانون بتاعنا اللي هو قلنا ايه؟ اثنين ان، ان اثنين ان اس اثنين. برافو عليك، او الافضل نقولها اس ايه؟ اس دبس. لا لا، لا ده لا التوزيع. تدخل هذه. الافضل نقول ان تربيع في اثنين عشان ما اغلطش، يعني الان باربعه، ربعها يبقى 16 ضرب أربعة، اثنين ب 32. 32. ايوه، يبقى الان تربيع ضرب اثنين. اللي بعده
يرمز للمستوى الرئيسي بالرمز. اهو شفت بقى، شفت نايل بقى كان بيجاوب السؤال ده. جسيم يحتوي على بروتينين ونترونين. الفا يا ولد ما شاء الله يا سهلة سبع. ست. والله صدق كل الاسئله سهله سهل. حبيت الاسئله من كثر ما عدتها. يا الله يسهل يا والله حتى صادق. طب انا خليت عبد العزيز السعيدي يسكت عشان عارف انه بيقول للساكت. سبق طلع موجود يا سبق. ايوه انا عارف، انا اقصد اقول يعني سبق. خلاص سبق سبق سبق، اصبر شويه بقى يا سبق. خلاص التزم الصمت زي عبد العزيز. تفضل يا باشا. اشاعات دقيقه استنى، اشاعات طاقه جامع جامع. عاليه وليس لها كتله. جامع جامع جامع. يا دليل اصبر يلا اصبر يا نايم. والله اني حاطط بعد السؤال فقط. انا عارف انك متحمس ما شاء الله، بس اصبر ادي فرصه عشان الناس الثانيه ما تنامش. الغاز الناتج من تفكك ازايد الصوديوم الاسود. مين اللي قال ان تو عمر؟ ايوه يا جماعه عايزين نصبر شويه يا جماعه عشان الناس اللي نايمه. زمان في ناس نايمه خالص وسايبانا وماشيه وكده، هيستفيدوا ازاي؟ الله يهديهم. امين يا رب. تسمى العمليه التي عاد فيها ترتيب الذرات في ماده او اكثر لتكوين مواد. ما شاء الله نيل حفظ الاسئله كلها. طب والتفاعل النووي؟ والله التجريب التفاعل النووي. ايوه التفاعل النووي. تكوين 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 استخر. ضعف انا اتذرى انا عارف تفاعل يغير انويه الذره. ايوه من نواه الذره. طالما اسمه نووي يا نايل يبقى في النواه، يبقى خاص بالنواه. طالما نووي يبقى في النواه. قوم ذاكر نايل كويس. لا حلو والله حلو. لا 10 على 10 نايل كده عمره ما ينقص ان شاء الله يعني. ان شاء الله. 2 ونص والله تجريبي يا استاذ. الاختبارات التجريبيه والله كويسه يا استاذ، خلتني احفظ ان شاء الله. ولسه هنزل لك ال 150 سؤال دول، هننزلهم في صوره اختبارات لغايه ما شاء الله. شوف انت حفظته ما شاء الله. يلا كمل يا احمد. 2 ونص مول عدد الذرات الخاصين فيه. 2 ونص مول فيهم كم؟ في عدد افوكادرو يا ولد. افوكادرو 1 1 ونص في 10 اس 24. برافو عليك برافو عليك. تضرب بس العدد المولات اللي عندك في عدد افوكادرو. ادي القانون يا احمد اهو اللي انت كنت عايزه. ادي اول قانون مهم. لا المعادلات لازم تكون قدامك كده عشان أقول عدد المولات، قصدي عدد الجسيمات يساوي عدد المولات ضرب عدد افوكادرو. احفظ ده كويس. عدد الجسيمات مول في، وقلنا كلمة جسيمات يعني ذرات، أيونات، جزيئات، أي حاجة من دول. أي حاجة من دول. هتساوي عدد إيش المولات. عيد عيد. بقول عدد الجسيمات. عدد الذرات. الذرات. الذرات وعدد الجزيئات. أو الجزيئات، أي حاجة من دول تساوي. نضرب عدد أفوكادرو. عدد المولات ضرب عدد أفوكادرو. تمام. عدد المولات ضرب عدد أفوكادرو. عدد جزيئات الماء في 11 فصل 11 ونص مول. نفس الفكرة. 6.93 10 أس 24. أيوة يعني هتضرب ال 11 ونص ضرب عدد أفوكادو. طيب السادس إذا طيب لحظة تفضل يا عمر. أنا إذا شفت يا أستاذ إنه معادلة قدامي جايب لي مثلا جايب لي عنصر يبغاني أجيب المولات حقته مثلا، ومعطي مثلا يبغاني أجيب الكتلة المولية، وأنا معطيني المولات ومعطيني كل ويعني يعطيني الأشياء هذه، فعندي كذا طريقة ما أدري أحس إنها غلط بس إنها دائما تزبط معايا إني اللي قدامي خلاص انا بعرف باللي قدام. مثلا قدامي كتله اعرف انه هذا حق هذا قانون الكتله الموليه، الكتله بالجرام على الكتله الموليه. اول ما اشوف الكتله ايوه الكتله يعني بالجرام يبقى عايز يوم اشوف صح ايوه يبقى يوم اشوف مولات بالجرام على الكتله الموليه. وده القانون ايه. الثاني ايه. ده القانون الثاني ايوه استاذ هذا حافظ استاذ هذا حافظ. يوم اشوف الكتله الموليه تساوي الكتله بالجرام. لا لا عدد المولات
عدد المولات تساوي كتلة بالجرام على كتلة المولية. ايوه احفظ ده كمان، دول ايه اهم انا يا اهم استاذ قوانين. ايوه زي نعيد المسألة دي اللي دوب واخذناها يا استاذ حقت الخرصين، دام شفته كاتبها بكتابة كذا اعرف انه يعني خلاص انه هذه المول، المول اللي معطيك اياه اقسمه على هذا، اقسمه على الافوكادرو. لو عايزين عدد الملاك. ايوه ايه برافو عليك. خلاص دام ما يعني مثلا اداني، طيب اداني ان وجنبها رقم مثلا، اي اي شيء اي عنصر جنبه رقم اعرف انه خلاص هذه نفس المعادله هذيك حقت ال اني هذا اسوي حقت الكتله، مدري الكتله الماليه ومدري زي كذا. نايل انت رايح تقول يعني. كويس. لا نايل واخدها بطريقه ثانيه يعني، هو واخدها بالشبه فكويس برضه، لكن ماشيه معاه صح. طيب استاذ بالبركه استاذ ماشي. نايل دوب قال عدد، اذا عدد المولات يعني عدد المول، والله ما ادري كذا اخبطها. احنا اذا عدد المولات اقسم، اقسم الكتله أيوة. بالجرام على الكتله الموليه. بس ثبت ده عندك. لا بس. الكتله احفظ ده عندك. المولات اذا يبغى عدد المولات. ايوه نايل بالله لا تلخبطنا يا نايل. طيب استاذ نعم نعم، اذا يبغى، اذا يبغى الجسيمات وما في عندي مول اضربه في عدد افوكادرو، كيف اطلع المول؟ هات المول، شوفوا بقى اعطي لك كتله بالجرام اقسمها على الكتله، على الكتله الموليه يدي لك المول، اضربه في عدد افوكادرو يطلع العدد اللي انت عايزه. تمام. الكتله الموليه اللي هي مثلا او 16 وال ايوه اتش 1 الموليه اللي بنشتريها من بين دول. ايوه اضربها في الكتله بالجرام اللي يعطيني هي. لا اقسم الكتله اضربها في الجرام على الكتله الموليه. نخلي الاستاذ يشرح. اقسم الكتله بالجرام على الكتله الموليه يطلع يعني لي ايش؟ نعم يطلع لي ايش؟ يطلع لك عدد المولات. مو يطلع لي عدد الذرات؟ لا عدد الذرات بقى، لما تجيب عدد المولات تضربه بعدد افوكادو يديك عدد الذرات، يديك عدد الذرات. تمام. لكن في سؤال هنا مختصره معطيك عدد المولات تضربه. ايوه ايوه على طول. اضرب يعطيك ايوه الذرات. المهم عدد خلاص. مولات النحاس. خلاص يا احمد وقف هنا. تمام. يا احمد حط علامه هنا، وبكره ان شاء الله نكمل باذن الله. الحصه خلصت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني بكره نخلصه وننزل ايه اختبار ثاني تجريب اثنين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا الله يوفقك يا رب. نشوفك على خير. بنك الاسئله مفتوح استاذ، بنك الاسئله مفتوح. مفتوح مفتوح معاك لما شهرين كمان ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. الله يكرمك. مع السلامه. السلام.